بنسمع صوتي منه. داعش احنا طبقة ضعيفة ظلينا بالفلوجة. لا حد سأل علينا لا حد قال ايش محتاجين، والله شمرت كلاب هنا. اريد احد يسمع صوتنا، احنا ما مو جاعي لا على الطحين ولا على التمن، انا هسه بدون ولا رجال بالبيت. ما يصير هيك، يعني احد يرحم بينا يقول هذا النساء شنو ذنبهن. احنا نريد زلمنا المسؤول عليهن هادي العامري. تلقانا هادي العامري هناك، سالنا على الزلم قال ساعة ويلحقونكم. ليه هسه؟ مواليد 2000 شنو ذنبه؟ عمي ولا سن بحلقه شنو ذنبه؟ 11 واحد اني من بيت انهجم بيتي اني. اني زوجي موظف مو داعشي، احنا طبقه ضعيفه ظلينا محصرين هناك بالفلوجه تحمد الجوع والضيم. ما حد يصرف علينا. اني مو جوعان على الطحين ولا على التمن. تعالوا خذوني انطوني زلمي. زلمنا اريدهم اني.